ذنوبك. المعصوم يقول ليس لي عمل استحق به الجنة، فكيف انا وامثالي من المتدنين الفقراء؟ اعتبروا يا اولي الابصار الى متى انتم غفلة وملوصين بالذنوب والدنيا الدنية والنفس الأمارة بالسوء؟ الى متى؟ اشعر حبيبي، صلوا على محمد وآل محمد. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله، أكو أعظم من رسول الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة، مو يمطيها الواحد. شيخنا سيدنا تعال شد لي اياها، هو يشدها، شرفته بوجه ويشدها، ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك، ويجيب دعوة المملوك الى خبز الشعير، لا يحتشم من دعوة المملوك فضلا عن من هو اشرف منه. فهل في الحوزة وغير الحوزة شخص أشرف من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى المراجع، حتى سيد محمد الصدر. وهل في الحوزة شخص يقبل بمثل هذه الأمور التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى المراجع، حتى سيد محمد الصدر. وأنا أقدم ذنوبي أمامكم الآن. هل واحد يقبل أن يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقد الشاة ويجيب دعوة المملوك على قبل الشعير؟ فليكن الواحد منا كما ورد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وعاتبوها قبل أن تعاتبوا، واعلموا أن أمامكم عقبا كودا ولا يمر فيها إلا الأفضل عند الله.